حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدية حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي تطرح في البرنامج. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تشاركونا من داخل العراق، تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوه أسفل الشاشة، من داخل الفاو تقدر تتصل بنا على واحد من ذني الأرقام. أما من يسكن في دول المهجر أو خارج العراق والأخوة الأشقاء العرب يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. فعندكم أربع أرقام للاتصال، اثنين داخليات واثنين دوليات، أتمنى تتصلون بهن علينا. واللي ما يقدر يحصلنا على ذنيج الأرقام يقدر يكتب لنا رسالة، أرجع وأكرر، يكتب لنا رسالة هياتها مكتوبة هنا عبر هذا الرقم، رقم الواتساب، غير مخصص للاتصال، غير مخصص للمكالمات الفيديوية، غير مخصص إلى الفيديوهات، وأيضا ما أقدر أستخدم أو أستقبل بأي رسالة صوتية من قبلكم. مشاهدينا الكرام، اليوم أكو اعتراف لأحد الأشخاص المتهمين بتجارة المخدرات في العراق. هذا الشخص يقول أنه التهريب يتم بمساعدة من يعمل بالدولة، خصوصا أو تحديدا المنتسبين والضباط. حتى تسمعون هذا التصريح وبعدين أكو بتوثيق أيضا إلى وزير الداخلية عثمان الغانمي اللي يقول 50% من الشباب العراقي يتعاطون المخدرات. خلونا مع بعض وتابعوا هذا الفيديو. دزولي كمية من المواد المخدرة هي نوع من الكريستال، دزولي قسم من المواد. شلون كان يدخلك اياها؟ عن طريق سواق سيارات او عن طريق منتسبين. دزولي كمية 5 كيلو بيد العقيد ابو المرور، صار ما يقارب 7 أشهر. الكميات قد صرفت كميات ببغداد؟ حوالي 30 كيلو. أكثر من 50% الآن، أكو نسبة كبيرة جدا. يعني لاحظنا في الفئات العمرية اللي هي خلينا نقول 30 سنة، 35 سنة لحد 20، في الجنسين هذه موجودة. هذا الفيديو اللي تكلمنا عليه في بداية الحلقة، المتهم بتجارة المخدرات يقول احنا نسوقها عن طريق ضباط ومنتسبين داخل وزارة الداخلية وداخل القوات الحكومية، وهم اللي ساعدونا على إيصال هاي الكميات من المواد المخدرة إلى أبناء الشعب العراقي. ويطلع لنا وراها وزير الداخلية عثمان غانم اللي يقول أنه أكثر من 50% من الشباب العراقي هو يعني يتعاطى المخدرات بالعراق. يقول ورصدنا الفئات العمرية ما بين 20 و35 سنة في الجنسين، يعني ذكور وإناث، هم يتعاطون المخدرات. أنا السؤال الأرض أطرحه هنا، وزير الداخلية لما انطلع بهذا التصريح وقال أكثر من 50% من الشباب العراقي اللي هم ما بين 20 و35 يتعاطون المخدرات، فرحان يعني من طلع وقال هذا الرقم الأخ، يعني كان فرحان بهذا الرقم؟ يعني هذا إنجاز أنه 50% من الشباب العراقي يتعاطى المخدرات؟ هل يعتبر هذا الرقم هو رقم صحيح؟ زين، ليش ما فكر بالحلول وليش ما قضوا على المخدرات إذا هم يقولون هاي الأرقام وإذا هم ما يرضون بها؟ إضافة أخرى، يعني لما يقول التاجر أو المتهم بالتجار بالمخدرات، لما يطلع ويقول إحنا نوصل المخدرات للشعب العراقي أو للمحافظات العراقية بمساعدة منتسبين وضباط في القوات الحكومية، وزير الداخلية شو معلق على هاي؟ أنا الضابط، مو المفروض الضابط أو المنتسب أو الشرطي أو الجندي أو أي واحد، مو المفروض أنه هو يعني مؤدي قسم يحافظ على حياة المواطنين ويحافظ على سماء وأرض وماء الوطن ويدافع عن أرض الوطن؟ زين، هذا القسم وين يروح لما يطلع واحد تاجر بمخدرات ويقول إحنا عن طريق عقيد فلان أو عن طريق فلان وعلان أو عن طريق منتسبين نوصل هالمخدرات؟
والوزير وين او الحكومه وين هو او كانت حكومات قبلها لما وصل الحال انه 50% من ابناء الشعب العراقي يتعاطى المخدرات. يعني العراق تاسس سنه 1920، العراق الحديث او دوله العراق الحديث، من العشرين لل 2003 نسبه المخدرات بالعراق صفر، لا التجار ولا زراعه ولا توصيل ولا تعاطي ابدا. من 2003 لهاليوم هل 20 سنه او اقل 50% من شباب العراق يتعاطى المخدرات. زين هذا الرقم، يعني اذا نريد نحسب عدد نسمات العراق يعني عندنا 40 مليون نسمه، اذا نريد نطلع من عندهم الشيبه والعجائز بقوا منهم 30 مليون، اذا ردنا نطلع منهم الاطفال يبقوا من عندهم 25 مليون 20 مليون 10 مليون منهم اللي هم نصفهم يتعاطون مخدرات. زين انا اريد اسال السيد الوزير، لما انتم جبتوا او اسالكم انتم الساده المواطنين اتمنى تجاوبوني، لما الوزير وصل الى احصائيه تبين انه 50% من ابناء الشعب العراقي يتعاطى المخدرات، ما وصلوا الى نسبه عدد عصابات التجار بالمواد المخدره، ما وصلوا الى الاماكن اللي هي ده تعتبر خلل وتدخل من عندها المخدرات الى البلد، ما قدروا يوجدون حل بحيث انه المخدرات يحاولون يقضون عليها. زين الشغله اللخ، اذا 50% من شباب العراق اليوم بما هم من عمر 20 الى 35 سنه يتعاطون المخدرات، مستقبلا شنو مستقبل بلدنا؟ اتمنى احصل اجابات على هاي الاسئله اللي قدمتها بالحلقه. صباح من بغداد ويانا اليوم، حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ افن. حياك الله اخوي. انا صدى الصوت يرجع لي صوتي اذا الو. نعم اسمعك، يعني الكنترول سمعوك ان شاء الله يشتغلون عليه، تفضل. تمام. بالنسبه للمخدرات احنا قبل 2003 يعني الشعب العراقي والشرفاء من العراقيين يعرفون ان الدوله ادى المخدرات خط احمر، اللي تاجر واللي يتعاطى والضباط والمهربين يعني كلهم تحت طاوله القانون، واقصى حكم كان اعدام. فماده المخدر اي بكل اصنافها ممنوعه منعا باتا قبل 2003، وكل المنظمات والدوليه والإقليمية تشهد بأن العراق كان خالي من التعاطي. بعد ما سقطت العراق سقط والاحتلال صار، شفنا احنا مادة المخدرات كثرت بالعراق على ايد الميليشيات وعلى ايد الحشد وعلى ايد قادة الأحزاب، لأن هم يتاجرون بيها. وكلنا نعرف احنا شلون طبت هاي، سواء طبت من لبنان عن طريق سوريا او دخلت من ايران. شلون دخلت؟ منو دخلها؟ يعني الجمارك الموجودة، وزارة الداخلية، الأجهزة الأمنية، وزارة الصحة، المسؤولين على هذا الموضوع. يعني وين الشبكات هاي اللي تتاجر بهذا الموضوع؟ يعني ماكو مديرية مكافحة المخدرات قاعدة هيك عطالة بطالة، ما يقدر يحتكون بأي عصابة جاي تتاجر بهاي المادة، واللي هي مع الأسف دمرت شباب العراق. يعني 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 الشباب هسه حاليا حتى اكو معلومات بالكليات جاي يبيعون ويتعاطون، والشباب بدا يقتل، والشباب يعني حتى كثره الجريمه بالعراق من احد اسبابها هو التعاطي المخدر. هذا من ياخذ حبوب او يشتم او غيره الكريستال وغيرها، هذا بعد ما يعرف شكو ماكو بالدنيا، يقتل ابوه والابن يقتل امه والام تقتل اطفالها والاب يحرق ابنائه، فصارت حوادث يعني مع الاسف عليها. يعني جزء منها هو التعاطي اللي الدوله سامحه بهذا الشيء، دوله حزب الدعوه ودوله مقتدى الصدر ودوله عمار الحكيم ودوله قيس الخزعلي كلهم يسمحون بهذا الموضوع. وازيدك فشي، صارت ايضا زراعه
له في العمارة وفي غرب الأنبار، المناطق اللي تحت سيطرة حزب الله، يزرعوها ويدخلوها النوب للبنان، يعاد تصنيعها ويعيدوها النوب للعراق وإلى دول الجوار، والتهريب على كل الدول الجوار للعراق عن طريق الميليشيات والمكاتب الاقتصادية اللي سمح بيها هم الأحزاب، واللي موجود جاي التاجر بيها هم التجار، هم الحشد الشعبي. الميليشيات هاي الموجودة من حزب الله واللبنانيين الموجودين بالنجف وموجودين بكل مكان اللي تابعين إلى حزب الله هم التجار دول الحقيقيين لهاي المادة، لأن احنا قبل يعني ما نعرف هذا الشيء، لكن بعهد هذول الناس القتل المجرمين اللي أصبحت أموالهم أكثر من ميزانية الدولة، بعض الشخصيات مثل هادي العامري صاحب القصور وأبو مهدي المهندس المقبور وغيره، ذولي مو رجال مقاومة ومجاهدين، ذولي رجال مال المخدرات على سيدهم حسن نصر الله علمهم على هاي التجارة ويصدر بيها الدول العربية. فأحنا ما عندنا مجاهدين، ذولي الحشد مو مجاهدين، ذولي تجار مخدرات. ومع الأسف احنا المشكلة لو هم يتعاطون ونخلص منهم، المشكلة بالمجتمع العراقي، فئة من الشباب يعني همين يعني مثل الأب والأم هم لهم دور، ما يسألون على أبنائهم ايش جاي يتعاطون، ميلكم فلوس، مين تشترون، شلون تقعدون تسهرون بالكافيهات ونراقيل وحشيش. فالأب والأم لهم دور بهذا الموضوع والرقابة مالتهم، وأيضا وزارة التربية اللي وقفت مكتفين أيديهم سواء المشرفين التربويين أو وزير التربية أو مدراء المدارس أو عميد الكلية أو كل الموجودين وقفهم يباوعون عن يعني الطلاب والتلاميذ جاي يتعاطون، جاي يتعاطون أكو بالمدارس يتعاطون، حتى بالمتوسطات بنات جاي تتعاطى. فوزير التربية وين دورك أنت كإنسان تربوي أو مدير مدرسة أو مشرف تربوي؟ غير لكم دور على المدارس توعوهم. منظمات المجتمع المدني أيضا وقفت تصافنا، ما تعرف توعي الناس والأمهات والآباء وسوي حملات توعية. وزارة الصحة أنتوا ذول اللي المفروض يسوونهم اللي مشى بهذا الدرب وتقام يتعاطى وصار مدمن، المفروض لهم مراكز خاصة تعالجوهم في سبيل يتم شفائهم والدولة تصرف عليهم. وتعال منو باع لك؟ مين جي دخلت هذا؟ باع لفلان التاجر. شلون دخل إذا مو مواسطة الضباط مقدم فلان وعقيد فلان اللي هسه الفلوس أعلى من رؤوسهم صارت عندهم من وراء هاي التجارة؟ وشفنا احنا الحادثة مع البصرة، المقدم الشريف ابن البصرة من اللي القى القبض على شخص معمم حاطه بعمامة الرسول، هذول هم التجار، هم المعممين والحشد والجماعة المقاولة يحجون بالجهاد، أي جهاد؟ هذول الأمريكان فينكم تضربوهم؟ جهاد ضد منو؟ جهاد ضد التشرينيين يتجاهدون بالكواتم؟ جهاد ضد أبناء السنة الأبرياء تقتلون بيهم وصكون بيهم وهذا جهادكم؟ وين فد يوم الدولة وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو الأجهزة القمعية الحقيقية مع الأمن الوطني والمخابرات؟ وين الشبكات هاي مع المخدرات؟ ليش ما لقيتوا القبض عليها وطلعتهم بالتلفزيون؟ لو صفها الحيل يتبلبسون بدلات صفر، الناس معترفة إجباري جابريهم جبر من جراء التعذيب القصري وتخلوهم يعترفون على حوادث ما سووها مليانة سجون بيهم، وتجار المخدرات محميين من قبل المراجع ومن قبل. ألو تسمعني استاذ؟ أسمعك حبيب قلبي. أي فأحنا الدولة هي جاي التاجر، الدولة هي سامحة بهذا الموضوع، والدولة هي تبيع المخدرات وكلهم محمين، وما تقدر أي ضابط موجود بجهاز بالمكتب مع مكافحة الإرهاب يقدر يحاسب شخص تاجر جاي تاجر بيها، لأن هذا وراء ميليشيا وراء حشد وراء حزب وجاي يقطع تاوات للأكبر من عنده القيصر خزعلي وغيره، يوصلوها الحسن نصرة وكوثراني. كوثراني ايش عنده بالعراق غير يتاجر بالمخدرات يسمحون بيها؟ أول تالي بالعمارة ينزرع المخدرات الحشيش أو بالأنبار على الحدود اللي تحت سطوة حزب الله والميليشيات يزرعون بيها بكيفهم، يجيبون بنجلاديش يزرعون بيها المعلومات هيك يحجون بيها سيارات الطب وتطلع سوريا محملة بالمخدرات. يعني هذا العراق أصبح هيك دمرتوه دمار شامل من وراء حتى يحكمنا حزب الدعوة ويحكمنا وين واحد عفن جابت أمريكا وأصبح الآن يقول لك خل تطلع أمريكا من العراق. أي أمريكا تطلع حتى أنت تسيطر حتى نصير رسمي إحنا محافظة تابعة إلى إيران؟ يعني ما شون جاي يحكمون؟
شلون تقولون احنا من العتيق الى رئاسه الوزراء شايل لي باج وصاعد جكساره ومسدس يكتب به العالم ويقول لك احنا دوله؟ اي دوله انتم؟ اي دوله؟ لا مدارس عندنا، لا مستشفيات مال اوادم، لا جسور، لا طرق. شوف هاي الحوادث اللي جاي يصير على طريق بغداد البصره وبغداد العماره، كل اسبوع تروح عائله وتروح ناس ينقتلون من جراء الحوادث. ما قدروا يسوون شارع، كل الشوارع بناها صدام حسين، كل الوزارات سواها صدام حسين، كل المدارس بناها صدام حسين. انتم عايشين حاليا بقصور صدام حسين، شنو تحكون على النظام السابق؟ وهو انتم ما تصلون قندره اي بعثي او اي واحد اي وزير كان يعمل نزيه وشريف كان يعمل في النظام السابق. لا سرقم لا باقم، وكلها كفاءات وكلها ناس شخصيات وكلها ناس ملفاتها من ناحية الفساد كلها شرفاء. انتم الان تقيسون نفسكم منه؟ اسوأ دولة احنا بالعالم احنا العراق، لان حكمنا حزب الدعوة والاحزاب الباقي، عمار الحكيم وربعه ومقتدى الصدر. مقتدى الصدر اكثر اكبر مجرم بالعالم، قتل من ابناء السنة الاف مؤلفة، والان يريد يشكل دولة. اي دولة شكلوها انتم؟ اي دوله صرنا احنا مضحكه؟ لا سياده لا كرامه لا دوله، لا عندنا امان، لا عندنا زراعه، لا عندنا كهرباء، لا صناعه. دمرهم العراق، قعدونا على الحديد الله وكيلك. يعني لا ناس لا حراميه وسراق وفاشلين. قولوا فشلنا واطلعوا اطلعوا، خلي يجون شباب يحكمون البلد. نعم، شكرا شكرا لك اخ صباح. المشكله يعني في قضيه تعاطي المخدرات والتجاره بالمخدرات بالعراق، يعني في فتره قياسيه جدا يتحول العراق من 0% تعاطي واتجار الى 50% تعاطي، والله يعلم ايش قد اتجار، ويتحول العراق الى بؤره لزراعه الحشيش وباقي ما ينتج المخدرات، ويتحول العراق الى جسر لإيصال المخدرات من إلى، ويتحول العراق إلى مستهلك إلى هذه المادة اللي هي مادة كل العالم يعرفها وكل العالم يحاربها، كل العالم يعرف أن هذه المادة تأذي وتذهب العقل وتأذي الجسد وتأذي التفك، يعني تفكك الأسر وتؤدي إلى جرائم وتؤدي إلى هواية بلاوي. بس إحنا يعني السؤال اللي نطرحه اليوم، لما يطلع لي واحد ويقول اني يعني طلع هذا المتهم بالاتجار بالمخدرات ودا يسوون ويا لقاء ويقول اني يعني اوصل المخدرات عن طريق فلان وعلان، يعني والوزارة المفروض راسها تقول اوقفوا اوقفوا، عوفوا الموضوع وعوفوا الدنيا كلها، جيبوا لي الجهة اللي هي دا تعبر، جيبوا الضابط وجيبوا العقيد وجيبوا النقيب وجيبوا الرقيب وجيبوا العريف وجيبوا كل الضباط اللي موجودين دا يشتغلون ويا ذولا حتى يعبرون المخدرات من الى، حتى ان نبدي بهالصوره هاي، ان المنتسبين في القوات الحكوميه نطهرهم من الفاسدين حتى نحاول نسيطر عليها. اما يطلع لي وزير ويشرح، يعني ما اعرف ليش الوزراء اليوم اللي موجودين او اللي يحكون بالملف الامني لما يطلع في لقاء تلفزيوني هو دا يشرح حاله حال اي مراسل وحاله حال اي صحيفة أو مصور تلفزيوني أو صحفي، ده يشرح لنا الحالة كأنما الحالة ما معروفة، بس ما يخلي حل، ما يفكر بحل، ما يفكر بإيجاد حل، ما يفكر بنتيجة، ما يفكر بالمستقبل. يعني يطلع ويقول إيه إحنا عندنا 50%، أوكي الشعب العراقي يعرف إنه أكو تعاطي بالمخدرات. يطلع الأخ يقول إيه أوكي إحنا عندنا زراعة مخدرات بالذيقار مثلاً، ترى يعرفون. يطلع الأخ ويقول عدنا مثلا تهريب للمخدرات، يعني كانوا العراقيين قبل يعرفون تهريب طليان تهريب سلاح، هسه صاروا وياها المخدرات. أبو حسن من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم. من بغداد حياك الله أبو حسن. الله يبارك فيك. هلا بيك. كل مثلا هم دولة، يعني هم تجار حرب، تجار دمار، تجار قتل، تجار رب، يعني لا يغرك، يعني تاريخهم هو هذا. يعني ما جايين العراق دمروا يخلوه على يعني مكان مو ملائم له، فهو يعني يستحكي عليهم يعني تجار تجار دم، يعني ذولا ما يبنوا العراق ولا يبنون ايش، ولذلك تتعجب من اعمالهم. يعني هم جو بعد ما منها فائده، يعني البلد هو اندمر بعد، ما تصير له شاره بعد. يعني يقول قبل العراق انظف بلد بالعالم من ناحيه عدم دخول المخدرات، شا
كان امان، هسه جاء صار البلد خراب بخراب بخراب. يعني هذا يبغى يشوف البلد هذا ضايع، يعني ما لحن ابد. يعني شلون بدك تفكر فيه ما لحن؟ اللي يعرف حقه يقتل، اللي يقول يا ابوي مخدرات غلط يقتل. كلها تجار العراقيين، يعني شو تحكي؟ يعني كارثه، كارثه العراق طبب كارثه. وجارت السويرات تدخل لنا الامراض والاهوال والقتل والتهجير، وما شاء الله يعني ماكو شيء نظيف اجى من ايران علينا. كل ما تطب ايران الدوله لازم تدمرها. ولذلك شوف المسائل هاي كلها السيئه تطب العراق ولا تدرج منهم، هم تجار دم العراقيين. نعم. زين ابو حسن، يعني احنا اريد اسال سؤال بالنسبه عفنا من الكتل السياسيه والاحزاب والقوات الامنيه او المنتسبين اللي دي يحاولون او دي يساعدون على وصول المجتمع الى هذا الحال. السؤال اللي يجب ان يطرح الان، لما يطلع لنا وزير الداخليه ويقول 50% من الشباب العراقي يتعاطى المخدرات، ابائهم وين؟ هي مو على اباء اخي عسل، هو الحكي على الدوله الفاسده اللي اذا طلبوا هالشيء هذا تعرف فيه 50%، ونسبه معمم على الحدود بالعمامه ترم اللي هو بالمخدرات. يا اخي على اساس راح كل دوله يعرفوها ويعرفوها، ما يفيد الحجي اخي افل، ما يفيد الحجي. هم دمروا العراق بعد، ما يفيد كل شيء. نعم. وصلوا لمرحله الانهيار، اميه، قتل، تهجير، سرقه الممتلكات مال الناس. يعني شو يسووا بعد بالعراق؟ ما صرنا ترى امريكا راضيه بالشيء هذا وهم جابتهم. ما تجيب لك ناس تتهم تبني بلد، جاي جابت لك ناس تدمر. نعم. تهجر تقتل. ما عاد رئيس. وانا اشكرك يا ابو. شكرا، شكرا لك ابو حسن. ابو احمد من الرمادي حياك الله. عليك. حياك الله ابو احمد. حيا الله من قال اخوي العزيز. هلا بيك الغالي. يا غالي ربي يحفظك. اخوي العزيز بالنسبه للموضوع طبعا نشكركم على هذه الحلقه، يعني طبعا هذه مهمة، هذا الأمر مهم جدا، ولو الأمر يعني فاق حده وقول الأمور طلعت من الإيد بعد، لكن الأمور اللي جاي موضوع المخدرات وآفة المخدرات والحبوب الكريستال وغيرها. نعم. السبب الأول يعني الرئيسي هو الأحزاب الفازة اللي موجودة داخل البلد، اللي هي سهلت أمور دخول هذه الآفة السامة. نعم. والسبب الرئيسي الأكبر هو إيران، جارة السوء هي إيران، وكل تعرف وما حد يقدر ينكر هذا الأمر بأنه هي إيران اللي جاي تورد هذه السموم للعراق، هي اللي تريد تلهي الشباب. أتوقع عادل عبد المهدي ما يوافقك لأن يقول الأرجنتين مو إيران. هي الأرجنتين طبعا، هو يعني يجوز توهم الرجل يعني زلة لسان، هو يعني يجوز خوفاً ما نعرف. يعني والله يا أخي تدري على تحكينا عليهم، هم ناس، هم حتالات إيران، هم اللي جابتهم الأرجنتين هي إيران. هذول أخي العزيزين هم رؤساء، يعني رؤساء العصابات هاي اللي جاي تورد هاي المخدرات. يعني قبل شوية على قناة الأنبار شفت خبر إلقاء القبض على تجار مخدرات حبوب الكريستال في الأنبار. يعني طبعا هذا الأمر يوميا جاء لاحظ، مو بس قناة الأنبار، قناة الشرطية، كل القنوات، قناتهم الكريمة، كل القنوات جاء لاحظ كلها إلقاء القبض على تجار مخدرات، عصابة مخدرات، قتل اثنين من جماعة المخدرات. مهم، لكن السبب نرجع وين؟ نرجع لأنه برود الدولة أو وجود أو هشاشة الأمن أو ضعف استخبارات او تعاون من ضمن الاجهزه الامنيه. تعاون طبعا انا متاكد 100% واعرف ناس تتعاطى من الاجهزه الامنيه بهذا الامر، واكو تغطيه عليهم ويعرفوه كل زين، ما حاجه انا اروح اقول لهم فلان وفلان وعلان، يعرفوه كل زين. لكن لا. يعني احنا اذا ما تعالج راس الافعى هو اللي هو بدايه السم، ماكو اي علاج. وشيء ثاني، مجتمعنا اللي حاليا السيء مفروض يتحضر، انت تتحضر الى تكنولوجيا، تتحضر الى علم، تتحضر الى
تطور اكثر. يعني الامارات انت جاي تشوف حضرتك هسه حاليا الامارات بدات يعني بالتعامل بالمعاملات بالآلة الرقمية، يعني عافت الآلة الورقية، تعرف هذا الأمر. احنا جاي نرجع لورا، نرجع المخدرات، نعم، تهريب ما ادري شنو. ماكو المجتمع المفروض الآباء هم، يعني احنا ما نثبت الأمر بس على الحكومة، شيء منتهي من عنده. هل يعني الآباء دور للآباء، الابن وين شنت، وين رحت، وين جيت، الابن يتفتش طبعا. يعني انا يعني اشكر والدي على تربيته لي، انا ما امدح يعني نفسي، لكن كان جدا صعب، يعني لنا كان جدا صعب، يعني ما طلعتنا بجيتنا بروحه. حاليا والله يا اخي يعني يعني فشل المجتمع قله الايمان الكل. اكو هيك اباء تسال بولدها منين جبت الفلوس، منين اشترى السياره، منين جاي تروح تجي، وين جت تبات، يعني نعم. شكرا لك ابو احمد. برنامج صوتكم مستمر، بس حتى نعرف اسباب التدهور اللي دا يصير بالعراق، والعراق ليش متدمر، هي مو بس المخدرات، اكو ملف ثاني نريد نحكي به. عندنا فيديو صغير، تابعوه، فاصل قصير ونرجع لكم، خلوكم ويانا. السلام عليكم أصدقائي، هذه إحنا اليوم بمقر جزيرة السندباد، هذه من أهم معالم البصرة اللي هو أحد معابد الصابع المندائيين بالبصرة، اللي يتم فيهم مراسيمهم الدينية على أطلال نهر شط العرب. وهذه جزيرة السندباد تفقد كل مقومات الأهلية كسياحة، طبعا الناس هنا تجي تسوح على يعني على مناظر قذرة، مناظر وسخة مزرية. وهذه الجزيرة هي يعني تعد من أهم المناطق السياحية سابقا في محافظة البصرة، أهملت منذ سقوط صدام حسين إلى اليوم، ولا توجد أي علامات ترميم أو تطوير أو تأهيل. هذا المكان هاي الناس كان الناس جاية هنا تتونس، يعني من ضيمة جايين هنا يدقون يغيرون جو، بس للأسف شوف هذا المبنى اللي هو ما مؤهل تماما. حبايب قلبي بالعافية عليكم إن شاء الله. فالناشد السيد أسعد العيداني جناب الشيخ أنه تتم هذا المعلن السياحي حتى يكون متنزه ترفيهي لعوائل البصرة الكرام. وهسه راح يعني نبين لكم النوايات شلون نأثر على المنظر. للأسف طبعا هذا تمام، هذا شط العرب هنا، والجزيرة تقع على فرعي شط العرب، هنا من هذا جانب هذا جانب، هاي مناطق عوائل وايد جايين يتسوحون في هذا المكان. شيخنا الكريم نطلب منك، نطلب من عندك انه يتم تطوير هذا المكان، لانه معلم سياحي جميل يطل على شط العرب ويكون مكان ترفيهي للعوائل. حياكم الله من جديد. طبعا هذا جزء من احدى المدن السياحيه اللي موجوده في العراق من شمال الى جنوب، جزيره السندباد اللي موجوده في محافظه البصره، اللي تعتبر اهم المعالم السياحيه بالمحافظه، اللي اهملت من عام 2003 حتى يومنا هذا. اريد اسال سؤال اسعد العيداني اللي كان يريد يشكل حكومه او ترشح ان يشكل حكومه من قبل الاحزاب والكتل السياسيه قبل ما يجيبون مصطفى الكاظمي، اذا هو محافظته مدائرها عدل، شلون راح يدير العراق؟
هذا السؤال أتمنى جاوبوني عليه. السؤال الثاني، ليش يعني من جهة مخدرات الطب، زراعة قتلتوها، صناعة قتلتوها، التجارة قفلت بس على إيران، نستورد من عندهم مواد غذائية ومواد صناعية ومواد للاستهلاك البشري وأدوية، ونص من عندهم فاسد، ونص من عندهم مو صالح للاستهلاك البشري، ونص من عندهم بيهم إيدز وبيهم بلاوي، ونطيهم فلوس ونستورد منهم كهرباء وغاز. ليش هذا الحال؟ وبالمقابل عندنا هواية أماكن لو يستغلوها الحكومة العراقية استغلال صحيح كان تجيب وارد للشعب، تجيب وارد للحكومة ونعيش مرتاحين. ليش هذا الإهمال؟ أبو أسد من البصرة ويانا، وبما أنه أنت من البصرة يا أبو أسد بلكي تحكي لنا شوية عن جزيرة السندباد، ليش صار بها الحال مثل ما شفنا بالفيديو؟ رحمة الله والديك، أسلم عليكم وسلم على برنامجكم الشريف. حياك الله أخوي. أخي، المخدرات عافة من يعني أبتك من هذا هسه المرض اللي عندنا يسموه الكورونا، ما كورونا. نعم. المخدرات عندنا بالبصرة تدخل عن طريق إيران، عن طريق القاچاغ، عن طريق المنافذ الحدودية، أكو عالم سيطر عليها، أكو ضباط مستفادين، أكو عندك ضابط نجمة إلى نقيب إلى عقيد إلى عامر قوة، دولة مثل يجيك واحد مدير يعني مدير مسؤول منصب بالشرطة أو بالجيش يقول لك أنا أريد مثل قاعد طبقة قاعد فيلق، أنا أريد بالشهر 100 دفتر من المنفذ الحدودي، مين يجيبوا ال 100 دفتر؟ ال 100 دفتر تتوزع من المنافذ الحدودي. بس لحظة لحظة أبو أسد، لحظة لحظة، ال 100 دفتر لمن تروح؟ أنت تحكي رقم افتراضي، يعني إذا تفترض إنه واحد قال أريد 100 دفتر بس وين تروح؟ ها ال 100 دفتر تروح مثل يعني فد رابط كبير. وبأي حق؟ رابط مال الخلفة ياخذ فلوس من المنافذ الحدودية العراقية؟ ياخذها من القشقجية، من القشقجية ياخذها من المهربين مال الحشيشة، ما حشيشة زين 100 دفتر هم ذول بكان 100 دفتر يحصلون، اسمح لي استاذ افل، ايه بكان 100 دفتر يحصلون 300 دفتر يوزعون بيناتهم 100 دفتر هذا صافي بالشهر له او بالاسبوع له زين، هذه كل العراق مو بس البصرة. اثنين، بزمن الملوكية او بعد الملوكية او بزمن عبد الكريم قاسم اكو تاجر ببغداد يصيحوا له خالد الصيني، هذا كان تاجر من المخدرات، هذا الوحيد اللي كان بالعراق، اول ما ثبت عليه انعدم من ذاك الوقت الى احتلال العراق ماكو مخدرات بالعراق، نسبه 0% مثل ما قلت انت، هسه زادت. عمي هسه انا ولا صديق ببغداد سولفت لي واحد لازمي ببغداد يعني كاموش يد وياه حوالي 50 بنية، 50 بنية يوزعان ويشربان يعني تعاطر ويبيعان، هو التاجر ممول لزموه هسه رايدين من عنده 30 دفتر ويطلعوه، اول شيء طلبوا اهل يدفعون 10 دفاتر هسه وصلوا 25، هسه الشرطه رادوا 30 دفتر اللي لازمين مع التقليب 30 دفتر والموني كمان تياخذوها، وصلوا 25 اهله والسياره يصادروها زين، رايدين 30 دفتر يعني في شخص المخدرات تنتهي ما تنتهي ما دام اكو شيء فساد عندنا، طيب ما تنتهي اخي. طيب هاي المخدرات وجزيره السندباد او المدن السياحيه اللي موجوده بالعراق، هاي انساها، بعد اكو شيء سياحي او شيء بعد سياحي، هاي انساها، صارت عشان سامع مزابل ما هسه شفنا الفيديو مع جزيره السندباد، يعني مع الاسف الجزيره وبنائها الحلو يعني مخربه، شبابيك ماكو، يعني اكوام من النفايات والازبال مشمر على ضفاف شط العرب، يعني ليش استاذ افاد؟ نعم استاذ افاد، قبل كان اللي يتزوج يروح البصره يقول لك انا بدي اروح جزيره السندباد اروح اتونس، نعم يركب القطار يركب الريم، مو بس اللي يتزوج، اي واحد يروح البصره يقول لك خلي ازور جزيره السندباد من معالمها من نظافتها من حلاها. عمي اجيب لك فد مثل استاذ افل يرحمه لك، بس ابتلي مجال ولا تقطع الصوت،
أني ترى يعني ما أتحمل. بس أبو أسد يعني إذا أكو كلمة ميش ترى راح تنقص. شلون؟ إذا أكو كلمة تعبر راح تنقص، يعني أكو عوائل وأكو ناس يتابعونا، لا الكلام يعني اللي يعبر ما مقبول. لا 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 أنا شوية راح أكون شوية حذر هسه. نعم. أكو جماعة قاعدين بمضيف. نعم. هذا أجيب لك مثل يعني جماعة قاعدين بمضيف. قام واحد بس اضحك ضحك زي الفيديو فيديو حقك. جماعة قاعدين مضيف، قام واحد بنص المضيف هو من ضمن القاعدين قال نيابة تكرمون أكو أنقص من النقص؟ القاعدين كلهم قالوا لا ما أكو أنقص من النقص. قالهم لا أكو أنقص. نعم. يابا شلون أكو أنقص؟ هو هذا النقص تكرم نقاطه شلون أكو أنقص منه؟ قالهم أكو أنقص. قال يابا شلون؟ قال مساء أنا أقول لكم شلون. جاء الضغطة مع العمالة خلها بنص المضيف ونبيها الأوساخ مالته النقاسة. قالوا ما هاي شنية؟ قالوا هاي نقاسة. قالوا ما أكون قس منها؟ قالوا لا. أكد مرة ثانية أكون قس منها؟ قالوا لا. شار طابوقة ودفع بنص الطاسة عنيها من طفلت طفلت على كل القاعدين. قالوا ما هاي نقس من النقاس؟ قالوا إيه والله يا بتحشي صحيح نقس من النقاس. عمي ذول الجونة نقس من النقاس وأبوك الله يرحمه. نعم. خو مجاوزت. لا حياك الله. رحم الله والديك. رحم الله والديك أخوي العزيز أبو أسد، شكرا جزيلا لك. يعني اليوم لما نفكر بالعراق قبل وهسه، أكو معالم سياحية كثيرة كانوا الشعب العراقي لما يضوج وتنضنق به الحياة، أو لما يريد يتونس، أو اللي عندهم حفلة عيد ميلاد، أو اللي عنده حفلة عرس، أو اللي يريد يزوج ابنه أو بنته، يعني تلقيهم مثلا مثل ما قال أبو أسد يروح جزيرة السندباد، يروح لحبانية، يروح إلى الثرثار، يروح إلى المصايف اللي موجودة بشقلة وبالشمال، حمام قلي علي بيك، ذن كل اليوم مهملات. يعني جزيرة السندباد اللي كانوا العراقيين من شماله إلى جنوبه يركبون القطار أو سياراتهم ديرحون يتونسون على ضفاف شط العرب. اليوم شط العرب بملوحة. ليش؟ لأنه ماكو يعني ماكو سحب إلى النفايات، ماكو تقنين إلى النفايات اللي ترمي بشط العرب، ماكو دافع وطني أو حس وطني للتكلم مع إيران مثلاً إنه ليش قطعتوا المي عن العراق وقطعتوا الأنهر عن العراق فقل منسوب شط العرب فصار الخليج أعلى من شط العرب وقام يعبر مي مالح ودي يصير بيه مي مالح. إضافة للطحالب السامة اللي موجودة أكو تقارير أممية عن تزايد نسبة الطحالب السامة في سفوح شط العرب. هاي كلها أسباب خلت الناس تنفر من أزبال إلى سموم إلى ملوحة إلى مجاجة المي إلى الحال اللي بيه البنايات. يعني جزيرة السندباد هاي شفتوها هسه أنتو هيكل متآكل كأنما يذكرني بالهياكل اللي انقصفت بالحرب العالمية الثانية في إحدى دول أوروبا. يعني اليابان انقصفت بقنبلتين نووية سنين ما 4-5-6 سنين رجعت وقفت هيروشيما وناكازاكي وصارت أقوى الصناعات العالمية باليابان. العراق 18 سنة دا ينزل أسوأ جواز، أسوأ مدينة، أسوأ حياة، أسوأ حكومة، أسوأ تعليم، أسوأ في كل شيء. يعني اليوم الإنجاز العراقي الوحيد للحكومات الإنجاز الوحيد للحكومات اللي تسمي نفسها حكومات عراقية، حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني الإنجليزي الصهيوني سموه ما تسموه، الإنجاز الوحيد لهم أنه هم أسوأ في كل شيء. جوازنا هو أسوأ جواز، جيشنا أسوأ جيش، هي طبلة 2000 مقمع ينهزم يلبس دشادي شو ينهزم، منتخبنا أسوأ منتخب، بعد زراعة ما عندنا، صناعة ما عندنا، المدينة أسوأ مدينة، الحياة أسوأ حياة، نسب المولودين بتشوهات خلقية أو المصابين بالسرطان في تزايد نتيجة وجود سموم بالبلد، نسبة النفايات والأزبال اللي تسبب انبعاث غازات كريهة وانبعاث أمراض ومصايب مليانة كل شوارع وأركان المناطق اللي والمحلات اللي موجودة بالعراق مليانة. ماكو محل اليوم بالعراق إذا ممكن ركم بيها كوم مال أزبال.
عشوائيات انتشرت، حياة صحية ماكو، أكل صحي ماكو، الدواء فاسد، الأكل بفاسد، كل مصايب. هم عندهم إنجاز وحيد الأسوأ في كل شيء. زين ما كافي؟ إيه ما بيهم واحد يطلع ويقولهم يا با ترى والله هذا العراق خطيئة. ما بيهم واحد يطلع ويقولهم يعني بس هاي صار لنا 18 سنة ملينا وصرنا مليارديرية وفتحنا قنوات تلفزيونية واشترينا فيلل وعمارات وشركات وفتحنا شركات طيران واخذنا قصور وسوينا اللي نريده وولد ولد 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 ولدهم يعيشون بالفلوس اللي باقوها من 2003 لليوم. واحد بيهم راد يشتري نادي بانجلترا، لو ما الانجليز سألوا من اين لك هذا مو العراقيين. الى متى يعني؟ ما بيهم واحد يطلع ويوقف ويقول بس لهنا وبس، اكو ناس، اكو بشر، اكو عراقيين، اكو بلد، هذا البلد اللي ربينا به، اللي اكلنا وشربنا من ميه، اللي اكلنا من اكله، اللي اشتمينا هواء، اللي اهلنا دافعوا عنا، اللي اهلنا كانوا يعني يتغزلون بثورة العشرين ويتغزلون بمشاركات الجيش العراقي في الدفاع عن أرض العروبة، ويتغزلون في وصول الجيش العراقي عند مقبرة في جنين وبطولات الجيش العراقي، يتغزلون بمنتخبنا، ويتغزلون بالستة وثمانين لما صعدنا كأس العالم. ما يفرحون بهذني كلهم يفكرون أنه يجي واحد يوقف بوجههم ويقولهم خلي نرجع مثل ما كان على الأقل، أو نعوفه ونطلع. يعني تباوع عليهم إهمال، تباوع عليهم. اليوم العراق عنده يرتفع التضخم بالعراق 6.4%. هاي يقول لك احتل العراق مراتب متقدمة بمعدلات التضخم بين الدول العربية، ومجلة فورس تقول العراق في المرتبة الخامسة بترتيب أعلى معدلات التضخم في الدول، وأن يرتفع مرجحة أن يرتفع معدل التضخم إلى 6.4%. هو الشعب العراقي ملاقي يأكل زين ويصير تضخم بزيادة، مين يأكل؟ نفكر بعد بالإهمال. صحيفة اندبندنت البريطانية بنسختها عربية تقول تصاعد المطالب الشعبية بالعراق بإعادة قيمة الدينار العراقي إلى ما كان عليه قبل عام من الآن مع ارتفاع أسعار النفط التي أنعشت خزانة الموازنة للعام المقبل، وأشارت أنه قرار خفض قيمة الدينار أدى إلى تضرر العراقيين. يعني الحكومة العراقية اتخذت قرار حسب صحيفة الاندبندنت البريطانية ضرت الشعب العراقي وما نفعته. النائب عن محافظة المثنى سعران الأعاجيبي يقول أكو ارتفاع غير مسبوق في نسب الفقر بالمحافظة بسبب الإهمال الحكومي. ما أنت نائب عن المحافظة يا أخوي، أنت تقول لي أكو ارتفاع بنسب الفقر، وصلت نسبة الفقر في محافظة المثنى 52%، وهي أعلى معدلات الفقر بالعراق. زي أنت شنو شغلك بالبرلمان أنت وجماعتك من محافظة المثنى؟ طبعا مو بس هم، كل نواب البرلمان العراقي مدى يؤدون واجبهم، لأنه أغلب الشعب العراقي هسه تحت خط الفقر. غيره النائب مضر الكروي يقول أكثر من 5000 خريج جامعي ينضمون إلى طوابير العاطلين عن العمل سنويا في محافظة ديالى وحدها، مؤكدا أن نسبة البطالة وصلت إلى حاجز 40%. يعني واحد من المواطنين هسه من يسمع هذا التقرير رأسا يطلع، يعني أي مواطن يقول لك قرات عينك. يعني إحنا عندنا 40% بطالة وعندنا ناس زي يقرون ويدرسون ويتخرجون، زي على شنو هذا دا يدرس ويتخرج ويقرأ ويكتب ويتعب ورا ما يطلع ما يلقى شغل، وانتو تطوها بس جماعتكم اللي ما يعرفون لا يقرون ولا يكتبون. بعد وزارة التخطيط تقول بعدم إدراج مشاريع استثمارية في موازنة 2022، ويردون يقللون رواتب التقاعد، ويردون يقللون رواتب الموظفين، ويردون يسوون راتب الموظف يطوك 45 يوم وهم ما عندهم ولا مشروع للسنة الجاية. زين الميزانية تتوزع بس بيا طريقة، والله ما أعرف بيا طريقة. زين أكو قضية بمحافظة ذي قار، عوف المخدرات وما أعرف شنو هالسوالف، تريليون دينار من 13 سنة ومشروع القاعة الرياضية بمحافظة ذي قار ما أنجز حتى اليوم، واشتكى سكان حي السكك بالمدينة في مدينة الناصرية من تداعيات عدم إكمال هذا المشروع الرياضي وتفاقم المشاكل الاجتماعية التي رافقت عدم إنجازه.
ويقول هكذا الحال في دقار التي بلغت موازنتها المالية للعام الجاري أكثر من تريليون دينار. زين تريليون دينار، تريليون دينار، وأنت لحد الآن ما مشروع من 2003 لليوم أو 13 لليوم ما قدرت تكمله وهي قاعة. رسائل واتساب تقول وقفوهم إنه مسؤولون، صدق الله العظيم. أخي أفل، أصبحت ظاهرة التعاطي والمتاجرة بالمخدرات من الظواهر شبه الطبيعية، والسبب تجار معروفين ما يقدر أحد يوصلهم، ولا السياسات الفاشلة على العوائل الشريفة المتابعة أبنائهم، لأن المجتمع حاضن ومشجع على هذه الظواهر المريضة، وستكون ظواهر أكبر اجتماعيا وأكثر فتكا. حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو تقى من العراق. ورسالة أخرى تقول مشكورين على كل مجهوداتكم. مشاهدينا الكرام، ترى مو بس المخدرات والإهمال الحكومي هم سبب تدهور العراق، مشاكل هواية. وإذا نريد نفكر بأسباب تدهور الحال بالعراق وأصبح أسوأ في كل شيء، يرادلنا مئات الحلقات مو حلقة واحدة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في مع الله. إلى هوي.